الختائم في سيئوم طقوس رمضانية وعادات تراثية متوارثة. يستقبل المسلمون في كل أرجاء الأرض شهر رمضان بطقوس خاصة عن بقية شهور العام، إلا أن لوادي حضرموت عادات وتقاليد وطقوس لا تتعارض مع الشرع، ومن بينها الختائم. تتجلى عظمة الشهر الفضيل في وادي حضرموت بتزاور وتقارب بين الأسر وزيارة الأرحام وإفطار الصائم بين العوائل، والتي تكون تزامناً مع ختائم المساجد المجاورة للمنازل، حيث يلتقي الأطفال والكبار في متنفس تجاري متنقلين بين البعة المتجولين للشراء والتبضع، وهي بمثابة موسم سعادة للأطفال. الختائم هي عادات قديمة يتم فيها ختم قرآن بليلة محددة لكل مسجد، كانت تنطلق من ليلة 11 رمضان سابقا، وثم مع وجود المساجد من ليلة 7 والآن من ليلة 5 بمسجد المهاجر وأيضا مسجد الرضوان بمنطقة يثمة. تكثر فيها كذلك التفاطير الروحانية، التفاطير الرمضانية التي تنتشر في هذه الأيام في شهر رمضان تعالى، في شهر رمضان، وكذلك تقارب الناس وتعالفهم وكثرة توجههم إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل ما يميز ختائم وادي حضرموت في الأيام الوترية من الشهر الفضيل غياب المفرقعات التي تشكل خطراً على مستوى صحة الأطفال باستحداث فعاليات دينية وأخرى ترفيهية تساهم في تعزيز الثقافة العامة لدى الأطفال وتضفي جواً من التسلية والمرح عليهم خلال فترة الصيام. تقام في العصر ألعاب أو أسواق شعبية، تتميز هذه الأسواق الشعبية طبعا بالبساط، ما يسمى بالبساط، وهي عبارة عن شراء وبيع بعض المأكولات الخفيفة وبعض المأكولات المختلفة، وكذلك ترافق هذه الأسواق الفعاليات التراثية والفكاهية والشعبية التي تدخل السرور في الأطفال، وتعتبر هذه البادرة هي بادرة حسنة طبعا لمنع كثير من الظواهر السلبية التي رافقت هذه الخطومات مثل الألعاب النارية. تشمل الختائم في وادي حضرموت جلسات دينية بداخل المساجد وترديد موشحات وأدعية في مديح النبي صلى الله عليه وسلم وختم القرآن فيها والتبرك بالدعاء في جو روحاني إيماني يحضره عدد من فضيلة العلم والدعاء، والتي تجدوه أسرة آل بصالح في ترديد القصائد. طبعا كل ختم يجي دورنا في أي مسجد من المساجد بسيون يأتي بعد الفواتح وبعد المواخذ وبعد القرآن الكريم، يأتي دورنا نشيل ماخذ وقصيدة، ومن ثم يرتبون الفاتحة ويقومون كل من في المسجد يخرجون إلى خارج المسجد. في بداية رمضان نرحب برمضان، يا مرحبا بك يا رم، كلنا إلى ساحة المسجد خارج المسجد وتقوم فاتحة ثاني مرة وينصرفون. وآخر رمضان يقوم بالتوديع، مودع مودع يا رمضان في وداعة الله يا رمضان، إلى آخر المسجد ويرتبون الفاتحة ويحول المحول حول حوله يا حوله عموم يا حوله، ومن ثم ينصرفون وينتهي رمضان بهذا. الأسواق الشعبية من الشوكولاتة والحلويات بالرغم من ارتفاع أسعارها، إلا أن الآباء ما زالوا يصطحبون أبنائهم إلى الختائم متزينين بأبهى حلة وصورة، مرتديين أجمل الملابس وأزهاها، تعلو ابتساماتهم كأنهم في يوم عيد وفرح كبير.